وزارة الداخلية نشرت فيديو امبارح بيوضح جهود أجهزة الوزارة لحماية البيئة والتصدي لجرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وده بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات. تتواصل الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية البيئة والتصدي لجرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني. فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة للتصدي لتلك الجرائم، أسفرت نتائجها عن ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص بالقليوبية لتدوير النفايات الطبية الخطرة بإجمالي مضبوطات بلغت 225 طن مواد خام ومنتج نهائي لنفايات ومخلفات مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر، و74 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمواد بلاستيكية مجهولة المصدر، و7 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لأقطان صناعية مغشوش ومقلد. وبالمنوفية تمكنت الإدارة من ضبط مركز و4 مصانع وشركتين و3 مخازن ومتجر بدون ترخيص لتداول النفايات الطبية الخطرة والمواد الغذائية مجهولة المصدر والأسمدة والمستلزمات الزراعية المغشوشة، بداخلها 37 طن مواد خام ومنتج نهائي لنفايات الطبية الخطرة و231 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مصنعة بدون ترخيص، و185 طن مواد خام لحاصلات زراعية ومخللات، وأكثر من 767 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص، وقرابة 24 ألف عبوة أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص. وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكنت الإدارة من ضبط مخزن و4 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية لتعبئة المواد الغذائية والمطهرات والمنظفات الصناعية وأواني الطهي والأسمدة والمبيدات الزراعية، وتم ضبط 115 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر، و12 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة، و38 طن مواد خام لمخلفات معدنية وبلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائي لأدوات وأواني منزلية مغشوشة. وتمكنت وبنطاق محافظة الجيزة من ضبط 2 و3 شركات بدون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية والمخلفات البلاستيكية والمبيدات والمخصبات الزراعية بإجمالي مضبوطات بلغت 215 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر و5 أطنان منتج نهائي لأكياس بلاستيكية مغشوشة ومقلدة و25 طن خامات ومنتج نهائي لمبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. وأسفرت الحملات عن ضبط 4 مصانع بدون ترخيص بالشرقية بمضبوطات بلغت 18 طن أحبار و15 طن كرتون مجهول المصدر وقرابة 1000 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، وضبط 9 قضايا منشآت تعمل بدون ترخيص بالفيوم بداخلها كميات كبيرة من المخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 25 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن الفيوم، وضبط 30 قضية تلوث نهر النيل والمجاري المائية بنطاق ذات المديرية.